السلام عليكم، كيف حالكم يا أطفال؟ هل أنتم بخير؟ درسنا اليوم درس مشوق وجميل في مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي الجزء الأول. عنوان درسنا هو تصنيف المجسمات: يتدحرج، يتراس، ينزلق. هل أنتم مستعدون للتعلم؟ ممتاز، إذن دعونا نبدأ. سنتعلم في هذا الدرس تصنيف المجسمات يتدحرج أو يتراس أو ينزلق. هيا هيا لنبدأ التعلم. انظروا إلى الصورة التي أمامكم الآن، هل تتذكرون هذه المجسمات؟ أحسنتم، إذن هيا دعونا نتذكرها بشكل سريع. ما اسم هذا المجسم يا ترى؟ نعم أحسنت، إنه أسطوانة. ممتاز، وهذا المجسم؟ نعم ممتاز، مخروط. أحسنتم، وهذا المجسم مألوف ويوجد في كل مكان. نعم إنه مجسم لكرة. وهذا المجسم؟ نعم مكعب. أحسنتم، إذن دعونا نلاحظ الآن الصورة. هيا نتعلم مع بعضنا البعض أي من المجسمات التالية يا ترى تتدحرج؟ هل تعرفون كلمة تتدحرج؟ نعم تتدحرج بهذا الشكل. أحسنتم، لنجرب أولا الإسطوانة. هذه هي الإسطوانة. يا ترى هل أنت تستطيعين التدحرج يا إسطوانة؟ هيا سأضع الأسطوانة بهذا الشكل وسأقوم بدحرجتها. هيا لاحظوا معي، هل تتدحرج الأسطوانة؟ نعم إذن الأسطوانة تتدحرج. دعونا نلاحظ، هل تستطيعون التدحرج مثل الأسطوانة؟ هيا تدحرجوا على الأرض. أحسنتم، ممتاز، إذن الأسطوانة تتدحرج. فالأسطوانة تتدحرج كما ذكرنا. انظروا الآن إلى الصور. هيا هيا لنعرف أي المجسمات الآتية تتدحرج أيضا. هل المخروط يتدحرج؟ هذا هو المخروط. انظروا للمخروط، هل المخروط يتدحرج يا ترى؟ فكروا. نعم، هل نستطيع دحرجته بهذا الشكل؟ كلا، هناك طريقة أخرى، فما هي يا ترى؟ نعم أحسنتم، إذن بهذا الشكل لنلاحظ. إذن المخروط أيضا يتدحرج. انظروا للمخروط، إنه يتدحرج. فالمخروط يتدحرج. أحسنتم، ممتاز. هيا هيا دعونا ننظر إلى الصورة الأخرى. أي المجسمات الآتية تتدحرج يا ترى؟ لنجرب ثالثا الكرة. هل لديكم كرة في المنزل؟ هيا أسرعوا وأحضروها حتى نجرب، هل تتدحرج الكرة؟ أنا بالانتظار. هل أحضرتم الكرة؟ إذن هيا لنجرب، ضعوا الكرة على سطح مستوى ثم قوموا بدحرجتها بهذا الشكل. هل تتدحرج الكرة؟ نعم أحسنتم، إذن لنلاحظ معا. دعونا نلاحظ، انظروا هذه كرة. نعم إنها تتدحرج. أحسنتم، إذن انظروا كرة أخرى. إذن الكرة تتدحرج. أحسنتم، دعونا ننظر مرة أخرى، ماذا يوجد لدينا الآن؟ أي المجسمات الآتية تتدحرج؟ لنجرب الآن. هل جربنا الأسطوانة؟ نعم جربناها. والكرة؟ نعم قبل قليل. هل جربنا المكعب؟ كلا لم نجربه، إذن دعونا نجرب الآن المكعب. هل يتدحرج المكعب؟ تعال يا مكعب، إنه المكعب. هل المكعب يتدحرج؟ فكروا. هل لديكم مكعب في المنزل؟ أحضروه لنجربه معا. إذن دعونا ننظر،
هذا هو مكعب، دعونا نجرب الآن. هل تدحرج المكعب؟ مسكين يا مكعب، أنت لا تستطيع أن تتدحرج. دعونا نلاحظ مرة أخرى، انظروا للمكعب، هل يتدحرج؟ إذن كلا يا مكعب، أنت لا تستطيع أن تتدحرج، فالمكعب لا يتدحرج. أحسنتم. هل لدينا شيء آخر؟ المجسمات التي تتدحرج هي، ما هي المجسمات التي تتدحرج؟ نعم أحسنت، وأنت؟ أحسنت يا جميلة، ممتاز. إذن المجسمات التي تتدحرج هي الكرة، وأيضا الأسطوانة، ممتاز. وأخيرا، ممتاز، المخروط. أحسنتم. إذن هذه المجسمات تتدحرج، ممتاز. انظروا الآن إلى الصورة مرة أخرى ضيوفنا الكرام. إذن انظروا الآن إلى الصورة التي أمامكم. هيا هيا دعونا نتعلم أي المجسمات الآتية تتراص. لدي ملاحظة، انظروا لها، تتراص هي كلمة تعني وضعها فوق بعضها البعض. إذن عندما نضع شيئا فوق بعضه البعض فنسميه تراص. أحسنتم. إذن دعونا الآن نتأكد أي المجسمات الآتية تتراص. لنجرب مع الأسطوانة، تعالي أسطوانة. سوف أضع فوقها أسطوانة أخرى، دعونا نجرب. هل أستطيع أن أضع فوق الأسطوانة أسطوانة أخرى؟ نعم أحسنتم. إذن أسمي هذا الشيء بتتراص أو تراص. انظروا، تعالوا تعالوا، انظروا، أسطوانة وفوقها أسطوانة أخرى وفوقها أسطوانة ثالثة. إذن الأسطوانة تتراص. أحسنتم يا صغار. دعونا الآن نجرب شيئا آخر. سنختار مجسم المخروط. إذن اخترنا الآن مجسم المخروط، تعال يا مخروط. انظروا للمخروط جيدا، انظروا للمخروط. هل أستطيع أن أضع فوق المخروط مخروطا آخر؟ انظروا إليه. نعم، دعونا نجرب ما قلتموه الآن. سأضع مخروطا آخر فوق المخروط لنجرب. لقد سقط المخروط الآخر، مسكين يا مخروط. إذن هل المخروط يتراص؟ قمنا بوضع مخروط آخر فوقه، ما الذي حدث؟ سقط المخروط الآخر. أحسنتم. إذن المخروط لا يتراص، ممتاز. هيا هيا لنجرب مجسما آخر. أي المجسمات بقي لدينا؟ نعم أحسنتم، أنتم تركزون معي جيدا. إذن المكعب والكرة، ممتاز. هيا 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 دعونا نجرب الآن مجسم الكرة. هذه كرة، سوف أخذ كرة. كرة، هل أستطيع أن أضع كرة فوق الكرة الموجودة؟ هل يوجد لديكم في المنزل كرة أخرى؟ نعم، أحضروا الآن كرتان، دعونا نجرب التطبيق. هيا أسرعوا أسرعوا. هل أحضرتم الكرة الثانية؟ ممتاز. إذن دعونا نجرب، سأضع الكرة الثانية فوق الكرة الأولى. 1 2 3، سقطت الكرة. إذن الكرة الأولى سأضع فوقها كرة ثانية، انظروا ما الذي حدث، سقطت الكرة. إذن الكرة لا يمكن أن تثبت. هل يمكننا أن نثبت كرة فوق الأخرى؟ إذن لا نستطيع ذلك، فالكرة لا أسمع. أحسنتم، لا تتراص، ممتاز. هيا هيا دعونا ننتقل إلى آخر المجسمات، وهو مجسم المكعب. أحسنتم. قبل أن أبدأ، هل تعتقدون بأن المكعب يتراص أم لا يتراص؟ نعم
دعونا نحاول ونجرب. إذن المكعب، هل يتراس؟ هذا هو المكعب. سأضع فوقه مكعباً آخر. ما الذي حدث؟ أحسنتم. إذن انظروا جيداً، المكعب يتراس. ممتاز، أحسنتم. إذن ما هي المجسمات التي تتراس؟ من كان يركز معي؟ هذه هي المجسمات. أي المجسمات اجتازت اختبار التراس؟ أي المجسمات؟ ركزوا جيداً. نعم، إذن تصفيق للمكعب. وأيضاً أحسنتم، الأسطوانة. ممتاز. إذن المخروط خرج من الاختبار، والكرة خرجت من الاختبار، وفاز في الاختبار ونجح فيها المكعب والأسطوانة. أحسنتم. إذن المجسمات التي تتراس هي الأسطوانة والمكعب. ممتاز. هيا هيا دعونا نلاحظ الصورة التي أمامنا. السؤال يقول هذه المرة، أي من هذه المجسمات الآتية تنزلق؟ هل تعرفون معنى كلمة تنزلق؟ نعم، أحسنتم، تنزلق. ممتاز. إذن دعونا نجرب الأسطوانة. دعونا الآن نجرب الأسطوانة. هل الأسطوانة تنزلق يا ترى؟ لاحظوا، وضعت الأسطوانة على سطح، نعم، مائل. إذن لاحظوا، إذن الأسطوانة تنزلق. أحسنتم. لنلاحظ الشكل، انظروا للأسطوانة. نعم، الأسطوانة ماذا حدث لها؟ تنزلق. ممتاز. هيا هيا لنجرب مجسما آخر، المخروط. دعونا نضع المخروط على سطح مائل بهذا الشكل. أحسنتم. إذن دعونا نلاحظ مرة أخرى، انظروا للمخروط. أحسنتم، المخروط ينزلق. ممتاز، المخروط ينزلق. دعونا نأخذ المجسم التالي، مجسم المكعب. سنضعه على سطح مائل. يا ترى هل ينزلق المكعب؟ نعم، أحسنتم. هيا لنلاحظ. إذن ممتاز، المكعب ينزلق. أحسنتم. هيا لنلاحظ، المكعب على سطح مائل ينزلق. أحسنتم، فالمكعب ينزلق. مجسم للكرة، هل الكرة تنزلق؟ دعونا نجرب. سأضع الكرة على سطح مائل. ما الذي حدث؟ هل انزلقت؟ نعم؟ دعونا نحاول. وأنت؟ أحسنت. إذن الكرة لا تنزلق. لاحظوا جيدا، هذه كرة. ما الذي يحدث؟ نعم، ممتاز. إذن الكرة لا يمكنها أن تنزلق لأنها مدورة، فهي تتدحرج. أحسنتم، فالكرة لا تنزلق. إذن من يستطيع أن يذكرني ما هي المجسمات التي تنزلق؟ نعم، ممتاز، لا أسمع. أحسنتم. إذن المجسمات التي تنزلق هي الأسطوانة، المكعب، المخروط. أحسنتم. دعونا الآن ننظر إلى الصورة التي أمامنا. ما اسم هذا المجسم؟ نعم، إنه مجسم كرة. السؤال الآن يقول، أو التمرين يقول، حوط الأشياء التي تتدحرج. انظروا، أجيبوا على هذا التمرين رقم 1 في الكتاب صفحة 112. هيا هيا، حوطوا الأشياء التي تتدحرج. لديكم دقيقتان. هيا، أريد أن أرى الإنجاز.
ممتاز، إذا الأشياء التي تتدحرج هي تعالوا لنقيم الإجابات. الأسطوانة تتدحرج، أحسنتم. الكرة تتدحرج، ممتاز. هل هناك شيء آخر؟ نعم، المخروط يتدحرج، أحسنتم. ضعوا لأنفسكم نجمة كبيرة ووجه مبتسم. إذن لننظر الآن إلى المجسم، ما اسم هذا المجسم يا ترى؟ نعم، أحسنتم، إذن هو مجسم لمكعب، ممتاز. أريد منكم الآن أن تجيبوا على هذا التمرين، حوطوا الأشياء التي تنزلق. هيا هيا، أجيبوا على التمرين 2 في الكتاب صفحة 112. هل المكعب ينزلق؟ المخروط ينزلق؟ الكرة تنزلق؟ أم الأسطوانة تنزلق؟ فكروا دقيقتان. هل انتهيتم؟ ممتاز، إذن هيا هيا دعونا الآن نتأكد ونقيم الإجابات. أنا أرى إجابات صحيحة. إذن المكعب ينزلق، أحسنتم. المخروط، نعم المخروط ينزلق أيضا. الكرة، كلا فالكرة تتدحرج، أحسنتم. وأخيرا الأسطوانة، الأسطوانة تنزلق، ممتاز. لنذهب إلى المجسم التالي، ما اسم هذا المجسم يا ترى؟ مجسم لأسطوانة، أحسنتم، أسطوانة. هيا أريد منكم الآن أن تحوطوا الأشياء التي تتراص، التي نستطيع أن نضعها فوق بعضها البعض. دقيقتان.
هل أكملتم؟ رائعين، هيا هيا، هل المكعب يتراس؟ هل نستطيع أن نضع مكعباً فوق مكعب فوق مكعب؟ نعم، إذن المكعب يتراس. الأسطوانة أداء جميل. الكرة للأسف، سامحينا يا كرة. والمخروط، كلا، إذن سامحنا يا مخروط، فنحن لا نستطيع أن نضع فوقك مخروطاً آخر. أريد منكم الآن أن تجيبوا على التمرين 4 في الكتاب صفحة 113. لديكم دقيقتان للإكمال هذا التمرين. المطلوب هنا أن تصلوا بين الصورة وكل مجسم يتدحرج. مجسم يتدحرج، هيا دقيقتان، صلوا بخط جميل. هل تحاولون؟ ممتاز، هل أكملتم؟ تعالوا تعالوا. إذن الكرة تتدحرج، أحسنتم. المخروط، نعم يتدحرج أيضا. المكعب لا يتدحرج. والأسطوانة، هل الأسطوانة تتدحرج؟ نعم أحسنتم، الأسطوانة تتدحرج، ممتاز. هيا هيا تمرين آخر. أجيبوا عن التمرين 5 في الكتاب صفحة 113. صلوا بخط بين الصورة وكل مجسم ينزلق. دقيقتان.
إذن أي المجسمات تنزلق؟ أنا أسمع مخروط، أحسنت، مخروط. وأيضا نعم أسطوانة. وأخيرا أحسنتم، المكعب. هيا هيا أجيبوا على التمرين 6 في الكتاب صفحة 113. أي المجسمات تتراس؟ صلوا بخط بين الصورة والمجسم. يتراس. إذن الأسطوانة يتراس. هل يتراس المخروط؟ كلا. الكرة؟ كلا، أحسنتم. إذن أعزائي الطلاب، حتى تتدربوا بشكل أكثر على التمارين والتدريبات، أريد منكم الرجوع لكراسة التمارين بصفحة 44 لحل المزيد والمزيد من التمارين. اتفقنا؟ أحسنتم. إذن وبالتالي انتهى درسنا لهذا اليوم. أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم كثيراً. لقد تعرفنا على مكعب، كرة، مخروط، وأسطوانة، وعرفنا أيضاً أن بعض هذه المجسمات تتراس، تنزلق، وتتدحرج. أحسنتم، صفقوا لأنفسكم ونلقاكم إن شاء الله. مع السلامة.